سمر، وصلنا لفقرتنا التالية. رح نروح سوا مع بعض مع مجموعة من النصائح الغذائية يلي بتتعلق بهي الفترة من السنة، وخاصة فصل الصيف. رح تخبرنا عنها اختصاصية التغذية أريج درويش. صباح الخير أريج، وأهلا وسهلا فيك. إيه سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي، إجا فصل الصيف، خلينا نحكي عن أهمية الماء في فصل الصيف. طبعا المي هو عنصر كتير أساسي وكتير مهم بفصل الصيف وبفصل الشتاء، بس نحن بفصل الصيف كتير بتزداد الحاجة للمي أكثر من فصل الشتاء. طبعا المفروض نحن نشرب أقل شيء 12 كوب مي بالنهار. طبعا نحن فينا نحدد كمية المي اللي بيحتاجها كل شخص عن طريق معادلة كتير بسيطة، لأنه كل كيلوغرام من الجسم بيحتاج تقريبا 30 ملي لتر مي من المي. ففينا نحن نحسب هذا الشيء بأنه نضرب وزن الجسم ب 0.033، فبنقدر بنحصل نحن على كمية المي اللي بنحتاجها خلال النهار. طبعا في كثير من الناس ما بتحب المي او ما بتتذكر المي، فينا نحن نساعدهم بشغلات كثير بسيطه. ممكن هن يلجؤوا للمشروبات الديتوكس، يلي نحن ممكن نضيف للمي شرايح ليمون او ممكن نضيف ورق نعنع او خيار، اي طعمه نحن بنحبها، لحتى نقدر نحن نشرب كميه المي بشكل اكبر وبالشكل اللازم اللي نحن لازم ناخده. نعم أريج، خلينا نحكي اكثر عن اهميه المي، مو بس للجسم، ايضا للبشره، ايضا لعلاج امراض كثيره. بصير كثير من الجفاف بفصل الصيف خاصة، مثل ما ذكرتي من شوي كثير ناس بتنسى تشرب مي. خلينا نتعرف شو هي الأضرار يلي بترافق عدم شرب المياه. تماما، هلا نقص الترطيب للجسم بيعمل كثير مشاكل ممكن تظهر عنا لفترات قريبة، هي بتكون أعراض بسيطة مثل مثلا جفاف بشرة، جفاف الشعر، أحيانا ملاحظ جفاف بالتم، وفي عنا نحن أعراض ممكن تتطور أكثر، ممكن يصير في عنا تسرع بالقلب نتيجة الجفاف، ممكن يصير في عنا تسرع بالقلب، ممكن يصير في عنا انخفاض بالضغط، هي بتعمل مشاكل كثير. لهيك كثير مهم نحن نساعد دائما جسمنا بالترطيب، ما ننسى المي أبدا، نركز على الخضار وعلى الفواكه. هلا حنحكي عنهم بشكل مفصل أكثر شو هي أهم الخضار والفواكه اللي لازم ناخذها بالصيف. بس مشكلة نقص المي كتير مشكلة، يعني في كتير ناس نحن عنا بيصير عندها بالصيف شوية دوخة أو تعب أو إرهاق، ما بتكون عارفانة شو السبب. 90% بيكون هو نقص المي، إنه ما عم تاخد هي كمية المي اللي لازم تاخدها، وهذا الشيء بعدين بيؤدي لحتى تصير في عندها مشاكل بالضغط أو اضطرابات قلبية حتى. خلينا نحكي الخيار، يعني واحد من أكثر النباتات غني بالماء، خلينا نحكي عن أهميته. خلينا نحكي كمان شو ممكن يعمل الخيار لبشرتنا، شو ممكن يفيدنا بالصيف كمان. هي الخضار بشكل عام جدا مهمة، حتى نحن إذا بدنا نشتغل على خضار أو فواكه أو نختار خضار أو فواكه بالصيف، نحن منفضل الخضار ناخذها بشكل أكتر، لأنه كمية السكر فيها كتير بتكون أقل من الفواكه وبيكون فيها كمية مي أكتر. هلأ بالنسبة للخيار هو عنصر كتير مهم، المفروض نحن ناخذه بشكل يومي، لأنه الخيار بيحتوي على أنزيم اسمه الأيروبسين، هو كتير مهم لحتى يسهل عمليات الهضم بالجسم، لحتى يخلي البشرة عنا أنظف وأنقى، فيه كمية مي كتير منيحة بتساعد على ترطيب الجسم حتى لفترات طويلة. يعني نحن إذا أكلنا الخيار مو بس منرطب بس بفترة يلي بناخده فيها، نحن منساعد على تمديد الترطيب أكتر. طبعا في عنا الخس كتير ممكن كتير ضروري، في عنا البندورة كتير مهمة، وأيضا الفواكه أكيد الفواكه كمان كتير مهمة، بس بدنا ننتبه على شغلة وقت بناخد الخضروات، إنه نحن في عنا خضروات فيها كمية صوديوم عالية، والصوديوم بيخلينا نحس بالعطش أكتر، فبدنا نركز نحن كتير على الخضروات يلي فيها بوتاسيوم. هلأ في عنا نحن الجزر، في كتير ناس بتفكره ناشف أو ما فيه مي، الجزر هو من أهم الخضروات اللي لازم تكون موجودة بفصل الصيف، فيه نسبة مي تقريبا 90%، فيه أنزيمات كتير مهمة لحتى نقدر نحن نرتب جسمنا لفترات طويلة. نعم أريج، خلينا نحكي فكرة، كتير من الأشخاص بيشربوا مي على عطش على شوب، المي بتكون كتير مسقعة. خلينا نحكي عن مدار المي المسقعة، وخلينا نحكي كمان كتير من الأشخاص بيشربوا مي معدتهم بتصير بتوجعون الصبح، بيصير عند بعض الناس لعية شوي بالمعدة. خلينا نحكي عن درجة حرارة المي المناسبة، الأوقات الصح، والكميات الصحيحة بتناول المي. تماما، هلا اول شيء المي نحن ما لازم ناخذها بدفعات كثير كبيره، خاصه انه نحن بنكون بفصل الشتاء كميه المي شوي مخففينه، فوقتها بنفوت بالصيف لازم ندخل المي بالتدريج، نخلي دائما حدنا قنينه المي، كل شوي نشرب كميه بسيطه، ما ناخذ كميات كبيره دفعه واحده. في كثير ناس بتشرب مي مع الاكل خلال الوجبه، هذا الشيء كثير غلط، بيعمل لها عسر هضم، بيعمل نفخه، بيعمل تلبك معوي. فنحن الوقت الصح لحتى نشرب مي بالنسبه للوجبات هي قبل الوجبه، قبل وبعد، يعني قبل ب 30 دقيقه تقريبا من الوجبه،
حتى هذا الشيء بيساعدنا انه نحن نخفف وزن او نخفف كميه السعرات الحراريه اللي عم ناخذها. اما بعد الاكل تقريبا بعد كمان بنص ساعه بنقدر نحن نشرب المي، بس نتجنب شرب المي خلال الوجبه. بالنسبه كمان للي بيعمل تمارين رياضيه، نحن في عندنا كثير اوقات مهمه لازم ناخذ فيها المي. هلا اول شيء بنفضل النشاط الرياضي يكون اما بفترات الصبح بكير قبل ما يكون في عندنا درجه حراره عاليه، او المساء بعد ما بتكون غابت الشمس، لانه هذا الشيء بيساعدنا انه نخفف كميه المي اللي عم نخسرها من الجسم. والصبح على الريق صح شرب المي ولا لا؟ اكيد هذا كتير مهم. طبعا في الاوقات الصح لشرب المي هي الصبح اول ما بنفيق على الريق، كتير بيساعدنا على انه نحن ننظف المسالك البوليه، على انه نحن ننشط الاجهزه الداخليه بالجسم. مثل ما قلنا قبل الوجبه ب 30 دقيقه، قبله بعد التمارين الرياضيه، وقبل النوم شرب المي قبل النوم جدا مهم، كتير بيساعدنا لحتى نخفف. حكينا كتير عن زياده كميه شرب الماء في فصل الصيف، وكتير عنا من النصائح، بس يعني اللي استغربته قال انه الواحد لازم يمتنع مثلا عن اكل الفواكه الجافة، او فشو السبب بهذا الشيء؟ وكمان في عم بيقولوا انه مثلا الاكل المثلج مثلا الايس كريم او كذا كمان هذا ممنوع، يعني الواحد بالصيف يعني هو بيجي بس مشان ياكل هالقصص، كمان هذا الشيء ممنوع. خلينا نحكي شو ليش ممنوعين هالقصص برايك؟ بشكل عام كنظام غذائي نحن ما بنمنع شيء، بس بنحاول نحن نحدد الكميه ونختار النوعيه الافضل. هلا بالنسبه للايس كريم هي كثير مطلوبه بالصيف، وكثير الناس دائما بتاكلها بشكل يومي، فنحن في عنا نوعين من الايس كريم. في عنا النوع يلي بيكون مجهز بالحليب وبالكريمه، وفي عنا النوع السوربيه اللي بنقله بيكون بس مجهز من المي والسكر والفواكه. فنحن نحاول انه نختار هذا النوع اكثر ما نختار القصص اللي فيها الفانيل والحليب والشوكولا، لحتى نخفف كميه الدسم الموجوده. هلا نحن عنا كل كره من الايس كريم فيها تقريبا 150 كالوري، فنحن كمان هي نحاول نحسبها، يعني لما بناكل نحن ثلاثه فنحن عم ناخذ كميه كثير كبيره بدون ما نحن نحسبها. ينزلوا وزنهم بهالوقت بفكروا انه الايس كريم لا طلع فيها سعرات حراريه، فيها سعرات حراريه، وانا عن جد بتعطشني الايس كريم اكيد، لانه فيها حتى كميه سكر كثير كبيره. فنحن ناخذ بس نحاول ناخذ اللي فيه على فواكه اكثر ونخفف الكميه شوي. نعم ريج، قبل ما نختم بالدقائق الاخيره خلينا ناخذ نصائح عن حمايه حالنا بفصل الصيف وحمايه جسمنا صحتنا ان كانت نفسيه او جسديه بشرب المياه. تمام. هلا في عندنا كمان عصير الفواكه والفواكه كتير مهمين. طبعا نحن عصير الفواكه لازم يتحضر، هي في شغله كتير مهمه لازم نعرفها، انه نحن نحضر العصير فريش وناخده فورا، لانه اذا نحن ضل لفترات طويله فنحن بنخسر الفيتامين سي الموجود فيه، بنخسر كتير عناصر موجوده، فهذا الشيء كتير بيقلل من القيمه الغذائيه لعصير الفواكه. ونحاول ناخذ الفواكه مثل ما هي بالشكل الطازج، بيكون فيها كميه سعرات حراريه او سكر كمان. اقل تماما حتى الالياف، لحتى نقدر نحن نسهل الهضم. المي مثل ما قلنا لازم ابدا ما نقطعها، كتير مهم ناخذ الحاجة منا لحتى نحن نقدر نحافظ على الجهاز الهضمي صح، وحتى نحافظ على بشرتنا بشكل صح. نعم ريجا، نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لكم. اكيد متشكرك كثير لوجودك معنا، واكيد كلها معلوماتك قيمة، انا شخصيا استفدت من معلوماتك، وكل حدا عم يتابعنا اكيد استفاد ان شاء الله.